بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنبدأ مشروع جديد مع بعض وشغل جديد، يعني هنحاول نراعي المبتدئين معانا. إحنا كنا عملنا الفورم الذهبي قبل كده، أنا هعمله بطريقة مختلفة من خلال الشرح للناس اللي بتبدأ معانا من أول وجديد. هنبدأ نشرح هذا المشروع ولكن بطريقة مختلفة وبأسلوب مختلف تماما، وهيبقى صفحة واحدة، يعني مش هستدعي ملفات من بره، لا هو ملف واحد هيبقى فيه كل حاجة. طيب هنبدأ كده على بركة الله، يبقى أنا أكني بنفذ مشروع ولكن ببدأ أشرح معاه واحدة واحدة إيه الخطوات عشان الناس تستوعب معايا، فعشان كده عايزين متابعين مع بعض واحدة واحدة. بالنسبة للناس القدام الحاجات اللي هي سهلة بالنسبة له ممكن يفوت بعض الحاجات، ولكن برضه يتابع معانا لأن إحنا في النهاية هنحصل على مشروع الفورم الذهبي بطريقة مختلفة وبشكل جديد. بصوا معايا كده يا جماعة، أنا أول ما بفتح البرنامج بتاعي زي ما أنتم شايفين ما فيهوش البرمجة، يعني ما بتبقاش موجودة أساسا، فأنا عايز أظهرها اللي هو المطور، فحاجة على الشريط ده وهعمل كليك يمين اللي هو تخصيص الشريط، هنضغط عليه هتظهر لي هذه النافذة، فهلاقي هنا في حاجة اسمها المطور، هنبدأ نعلم عليه ونقول له موافق. ايه اللي حصل؟ ظهر اهو المطور معايا، ولكن قبل ما نروح للمطور تعالوا للصفحة اللي قدامنا دي، هنبدأ كده فيها، هنعمل هنا اكن في الصفحة دي مشروع وفي صفحة تانية مشروع مختلف عنه تماما. معايا يا جماعة؟ يعني بحس ان انا ممكن لو انا عندي مصنف زي ده كده ممكن اعمل فيه كل مشاريعي وتبقى موجودة في ملف واحد فقط. طب تعالوا كده نبدأ حاجات بسيطة بس عشان نقول ان انا شغلي هيبقى على جداول ديناميكية، فهنبدأ نشوف ازاي نعمل جدول ديناميكي برضو للناس اللي ما عندهاش فكرة قوي، هنبدأ واحدة واحدة زي ما اتفقنا مع بعضينا. طب تعالوا هنا اول حاجة، ادي الورقة بتاعتي. احنا بالنسبة للاكسل انا عندي فيه المصنف بحاله، وفي بيحتوي على أوراق، بيحتوي على أعمدة، على صفوف، على خلايا، كل الحاجات دي بنتعامل معاها برمجية، تمام؟ وعندنا البرمجة هنا من الفيجوال بيزك، يعني مسيرة بالأحداث، يعني أنا بعمل حدث معين وأقول له لو عملت لك هذا الحدث أنت هتنفذ كود معين أو هتنفذ أمر معين. ده ببساطة كده الموضوع بتاعنا، كل حاجة هتتشرح بالتفصيل واحدة واحدة وإحنا شغالين. طيب اسم الصفحة اللي قدامي دي هنا مكتوب ورقة واحد، هقول له لا تعال نكتبها مثلا المبيعات، تمام؟ وهنبدأ نجيب ورقة تانية وهقول تعال نسميها المكتبة، يعني اتنين مالهمش علاقة ببعض خالص، ده مشروع وده مشروع، هنبدأ واحدة واحدة كده نقول هنعمل ايه في كل واحدة فيهم. هنيجي هنا مثلا برضه هنشتغل على فكرة يا جماعة بنظام معين، يعني أنا بحب كده بشتغل بطريقة معينة وبنظام معين، بحب الناس اللي تشتغل معايا تتبع هذه الطريقة عشان نبقى متفاهمين مع بعض. فبقول له أول حاجة هنكتب كود المنتج، تمام؟ وتعالى جنبه هنا اعمل اسم المنتج، انا مبدئيا بس هعمل جدول صغير ولسه الاعمده بتاعته هتزيد وهنعمل كذا جدول، ولكن خلينا واحده واحده كده مع بعض. فهقول له مثلا كود المنتج اللي هو رقم واحد، تعال نقول اسم المنتج مثلا مانجو، وتعال نقول مثلا هنا ادي اتنين برتقال، وتعالى على الاقل يا جماعه نعمل 3 سطور، نتعود بقى على الكلام ده، على الاقل جوه الاكسل نعمل 3 سطور، وبعدين من خلال الفورم ممكن اكمل بقى بعد كده، ولكن حد ادنى يبقى عندي 3 سطور، ماشي؟ نركز بقى في الكلام ده، يبقى هكتب هنا مانجو برتقال، تعالى نقول جوافه مثلا. طيب وتعالى ده انا عايز اعمله جدول ديناميكي، فهنضغط عليه هنعلمه كده، وتعالى هنا بصوا في حاجة اسمها تنسيق الجدول، هنضغط عليها، تعالى ناخد مثلا الجدول بهذا الشكل، فبيقول لي هنا يحتوي الجدول على رؤوس، أقول له نعم وهقول له موافق.
طلع لي اهو يا جماعة الجدول، هو مسميه لي جدول واحد، هقول له لا خلي ده كده، سميه لي المنتج. عايز الناس تنفذ معايا يا جماعة زي ما انا شغال. وهنا في زر التصفية، اقول له لا انا مش عايزه بس عايز صف الاجمالي. الكلام ده هنعمله على كل الجداول بتاعتنا، تمام كده؟ طيب ممكن هنا ما نعمل كمان مثلا في الشريط بتاعنا بقى نعمل توسيط، تمام كده؟ يعني شوية تظبيطات شغل ونعمله بولت، ممكن نخليه 12، يبقى كده ايه ده مبدئيا. طب تعالوا نعمل في المكتبة جدول تاني، فهقول له هنا تعال اكتب لي كود الناشر، وهنا اسم الناشر، نمرة واحد، دار المعارف، نمرة اتنين، دار الشروق، وبعدين نمرة تلاتة، دار أي حاجة بقى يا جماعة، ممكن بعد كده لما نغير الأسامي دي مش مشكلة خالص يعني، تمام؟ طيب تعالى برضو نفس اللي احنا عملناه قبل كده المرة، وأنا هنا أدي توسيط وأدي بولد وأدي 12، تمام؟ وتعالى نعمل الجدول بتاعنا، أدي تنسيق كجدول، تعالى ناخد الشكل اللي بعده ده برضه هقول له موافق. تعالى هنا ده هنقول الناشر في أسماء الجداول يا جماعة، ما ينفعش أسيب مسافات، يعني لو عايز أكتب كلمتين هحط جنبهم شرطة تحتية، تمام كده؟ هنيجي هنا هقول له أدي زر عمل التصفية، وهنا صف الإجمالي. الكلام ده يا جماعة في أي جدول هعمله هنعمله بهذا النظام، في أي عدد من الصفحات برضه هنعمل هذا النظام. طيب هنبدأ بقى نخش على البرمجة ونشوف إحنا هنعمل إيه، تمام؟ هنخش هنا على المطور، هلاقي فيه الفيجوال بيزك، هنضغط عليه. طبعا هنا يا جماعة ده صورة مصغرة، الناس اللي عندها فكرة عن الفيجوال بيزك طبعا ده حاجة ضخمة جدا الفيجوال بيزك، ولكن احنا هنا هو محدد للتعامل مع الاكسل، عشان كده في بعض اختلافات بين الاتنين، يعني مش زي بعض، حتى في الاكواد في اختلاف في الاكواد. طيب هنيجي اول حاجة اقول انا عايز انزل فورم اشتغل عليه، انا ممكن انزل اي عدد من الفورمز، هاجي هنا اقول له هادي الفورم بتاعي، فهنا هو مسميه يوزر فورم. بصوا يا جماعة ده كائن أساسي بالنسبة لي اللي هو الفورم، وكل اللي قدامكم دي كائنات، وفي كائنات أخرى ممكن نظهرها بعد كده، هنشوف كل حاجة يعني بالتفصيل واحدة واحدة. الكائن ده بيعمل إيه بالظبط؟ أولاً ده الكائن الأساسي، بحط عليه أي كائن من الكائنات اللي قدامي دول اللي هنستخدمه. شغل البرمجة بيمشي إزاي؟ بقول له والله الكائن ده ليه خصائص وليه أحداث. ايه الاحداث دي؟ اقول انا ممكن اعمل حدث، اقول له انا لو عملت دبل كليك على الفورم ده انت تعمل كود معين او تنفذ امر معين، طيب، او ان انا امشي بالماوس عليه، او ان انا في بداية تشغيل الفورم، او عند اغلاق الفورم، يعني في بعمل حدث معين. وطبعا ممكن برضو احط زرار، والزرار اقول له لما اضغط لك على الزرار، او برضو امشي بالماوس على الزرار، او اعمل كذا، او اغير لون الزرار. يبقى اي حدث انا بعمله ممكن يديني هو عليه اكشن، او بقول بينفذ كود معين او بينفذ امر معين. طيب زي ما انتم شايفين ادي الخصائص اهي موجوده قدامي، ولو ما ظهرتش زي ما انتم شايفين كده، بصوا يا جماعه هنا شايفين الحاجات اللي قدامي ده التول بوكس اللي هو قدامي ده، لو ما ظهرش بظهره من هنا، بص هو متعلم عليه اهو ظاهر. طيب وهنا عندي ده الخصائص برضو البروبرتيز، لو ما ظهرتش بظهرها عندي هنا، وهنا
ده البروجكت بتاعي اللي هو قدامي ده برضو، دي لو ما ظهرتش او اختفت لاي سبب ما ممكن اظهرها من هنا، تمام كده؟ طيب، وبرضو زي ما اتفقنا كل حاجة هنبدأ نشرحها واحدة واحدة. طيب احنا عندنا المشروع بتاعنا او الاكسل بتاعنا بيتسمى this workbook معايا. طيب يبقى الورك بوك بتاعي ده اللي هو المشروع بتاعي بيتكون من عدة صفحات زي ما انتم شايفين اهي، صفحة المبيعات وصفحة المكتبة، وهنا الجزء بتاع اليوزر فورم او الجزء البرمجي، تمام كده؟ طيب عندنا اليوزر فورم نزلناه في الجزء البرمجي فهو طلع اوتوماتيك، هنبدأ نغير فيه بعض الخصائص. فهنا النيم بيقول لي يوزر فورم، اقول له لا، يوزر فورم ده اسم كبير جدا وانا هتعامل بيه وحناديه فهيتعبني كل شوية، عشان كده هقول للتبسيط خالص يعني هسميه F1، تمام كده؟ أنا في الغالب ما بحبش أتعامل مع فورمز كتير، يعني هو ممكن فورم واحد يعمل كل حاجة، ولكن أنا زي ما قلت لكم هنعمل طريقة مختلفة. احنا أنا في مبدئيا يعني هيبقى فورم واحد، ولكن لو احتاجنا أكتر من فورم هنعمله. أنا قلت بلاش أعمل المالتي بيج المرة دي، هنعملها عن طريق الفورم. طيب في بعد كده في الباك كلر، برضو دي من الخواص المهمه بالنسبه لنا اللي هي الخلفيه بتاعه اللون. طب هنضغط هنا وتعالوا ناخد مثلا هذا اللون، يعني بلاش يبقى غامق او يعني في المتوسط كده. وفي عندي برضو حاجات كتيره هنعرفها. في هنا مكتوب يوزر فورم 1 في الكابشن، بصوا كده يا جماعه في حاجه اسمها كابشن هنا، هنبدأ نغير، يبقى ده الاسم البرمجي اللي أنا بتعامل معاه، ولكن ده الاسم اللي بيظهر على الفورم. تعالى كده نشيل الكلام ده ونكتب مشروعي مثلا، تمام كده؟ طيب في عندي ايه تاني؟ عندي الفونت برضو، هاجي على الفونت كده أقول له مثلا ممكن نخليه طبعا أنسب حاجة، هعمله بولد وهعمله نمرة 10. هقول له ادي غامق وادي نمرة 10 وهقول له اوكي. يبقى كده دي الخاصية بتاعة الفونت. في عندي الخاصية بتاعة الهاي اللي هو الارتفاع، هو بيقول لي 180، اقول له لا انا عايز اكبره 520، تمام كده؟ طيب ايه تاني؟ عندنا في الرايت تو ليفت برضو، احنا الرايت تو ليفت احنا شغالين عربي عشان كده هو بيقول لي فولس، هقول له لا خليه لي ايه؟ خليه لي ترو. يبقى دي كل الخصائص بتاعة الفورم، وزي ما اتفقنا يا جماعة كل كائن له خصائص. طب هنيجي نقول لو أنا جيت الحاجات دي ممكن أنا بعملها من هنا وممكن أعملها برمجيا، يعني ممكن أقول له ساعة دخول الفورم غير لي لون الخلفية أو أعمل كذا أعمل كذا، بس إحنا قلنا إحنا هنشرح في حدود المشروع بتاعنا وهي المعلومات هتبدأ تزيد معاك واحدة واحدة، تمام كده؟ بس المهم خليك معايا وركز معايا وابدأ أنت طلع اكسل. ويفضل يا جماعه لو انت هتشتغل على اوفيس عشان تبقى شغال معايا تمام، يعني هتشتغل على اوفيس 21 فاكثر، لو عايز اقل من كده هنضطر تعمل حاجه كده اضافيه، ولكن انا افضل يعني ان احنا نبدا باوفيس 21 عشان ما تبقاش متاخر كمان. يعني دايما يا جماعه في الحاجات البرمجيه دي التحديث مهم جدا. طيب نبدا نشوف بعد كده عندنا كمان في مثلا هو اول ما بيظهر الفورم هيظهر، انا عايزه يظهر في نص الايه، نص الشاشه بالظبط، فهنيجي هنا ستارت بوزيشن والخاصيه بتاعته هنخليها سنتر سكرين اللي هي رقم 2 دي، تمام كده يا جماعه؟ طيب وهنيجي على العرض بتاعي الويتس اعمله لي 880، ماشي كده؟ طيب بصوا كده ادي المنظر بتاعي. لو انا جيت فتحت هذا الفورم اشغله، انا ممكن اضغط على F5 او اضغط على هذا الزر. دي واحده بس لازم اعلم على الفورم الاول وبعدين اضغط على الزر. بصوا معايا يا جماعه اهو ظهر في نص الشاشه بالظبط، والمقاس بتاعي زي ما انتم شايفين هو ده المقاس المناسب اللي انا محتاجه. طب هنبدا نقفل الكلام ده وتعالوا نشوف مثلا لو انا هحط كائن جديد. انا هحط الكائن الاولاني بالنسبه لي كومبو بوكس. ايه الهدف من الكومبو بوكس اللي انا هحطه في الاول ده؟ اولا تعالوا نحط الكائن ده كده، هنظبطه بهذا الشكل، ممكن نكبره شويه
ممكن بدل ما انا اكبره عشوائي كده، تعالوا نشوف مثلا الويتس بتاعه هنا نظبطه ونشوفه هو معمول على كام. هو بيقول لي معمول على 102، خليه على 100 كده. ماشي. طيب بصوا بقى معايا، انا هنا حطيته ليه ده؟ انا المفروض ان انا عندي هنا في صفحتين في الاكسل، المفروض ان انا عامل الفورم ده عشان ما اضطرش ادخل على الاكسل، اتعامل من بره الاكسل، ما ادخلش الاكسل ده الا في حالات بسيطه جدا ونادره. انا عايز كل شغل يبقى من خلال الفورم. طب عشان اتنقل من صفحه لصفحه لازم الصفحات دي تبقى موجوده قدامي على الفورم، واقول له هات لي بقى صفحه المبيعات، هات لي صفحه المكتبه وهكذا. يبقى اول حاجه هنعملها ان انا عايز احط اسماء الصفحات هنا، ولكن واحد يقول لي طب افرض انا زودت صفحة قللت صفحة، يبقى مش هينفع اكتبها. لا، ده انا عايزها هي تبقى اوتوماتيك، عشان كده هنبقى نشوف الكود بتاعها هيتعمل ازاي. طيب الاكواد برضو احنا اتفقنا، انا ممكن اقول له ساعة ما باجي ادخل على الفورم اعمل الحاجة الفلانية. طيب هل بكتب الكود فيها مباشرة؟ بقول له لا، انا ما بفضلش هذه الطريقة، انا بفضل ان انا انزل موديول ومن خلال الموديول ده هو اللي بنحط فيه الايه الاكواد بتاعتي كلها. تمام كده. طيب يبقى من خلال ايه زي ما اتفقنا الموديول. طب تعالى كده ننزل موديول. بصوا يا جماعه بنيجي كده على المشروع بنعمل كليك يمين وهقول له انسرت موديول. ماشي كده زي ما انتم شايفين اهو منزل لي موديول فاضي خالص انا بعمل فيه الاكواد اللي انا عايزها. فتعالى مثلا الكود ده بيتكتب ازاي، طريقته بتتكتب ازاي، هنقول بس الهيكل بتاعه كده، وان شاء الله هنبدا بقى نشرح الاكواد من الدرس القادم واحده واحده. بنبدا بنقول له حط لي كلمه صب. ماشي. وحط لي اسم هذا الصب، يبقى ده الكود اللي انا عايز استدعيه. انا هكتبه بالعربي، ولكن قلنا جماعة في بيبقى بين العربي والانجليزي دايما في كعبلة كده، فهحطه بين حرفين انجليزي، فهكتب مثلا WW، وبين الاتنين W دول هنكتب الاسم العربي بقى اللي انا عايزه. فهكتب مثلا هنا اسماء، وهنا قلنا ما ينفعش اسيب مسافات، فهنعمل شرطة تحتية وهقول له الصفحات. ماشي يا جماعه. وهقول له انتر، فهو بيقول لي ان صب. يبقى انا كده، وهو طبعا بيفتح القوس ده وبيقفله، ده بالنسبه للكود او الامر بيبقى بهذا الشكل. هنعمل صب جديد WW وانتر، وتعالى هنا نقول له تنشيط الصفحه. يبقى أكن في كود في الأول أنا عايز أعبي الكومبو بوكس بأسماء الصفحات، وبعدين لما أضغط على صفحة فيهم تبدأ تتنشط يروح عليها، بحيث أعمل الشغل بتاعي سواء أضيف حاجة للصفحة أو أبحث عن حاجة أو أحذف حاجة زي ما أنا عايز أتحكم في هذه الصفحات. طيب أنا مش هطول عليكم يا جماعة، ولكن عايز الناس تشتغل معايا أول بأول، يعني عايز كده تفتح ملف الإكسل بتاعك وتبدأ تنفذ الكلام اللي أنا عملته. إن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.